حسن مصبح هي الكرة باتجاه يوسف حسين، بينما في منتخبنا أو في تشكيلة منتخبنا لا يوجد أي تغيير، هو نفس التغيير. وهذه كرة خالد إسماعيل، ممكن خالد جول. جول جول خالد إسماعيل يسجل، خالد إسماعيل يسجل لدولة الإمارات في مرمى ألمانيا الغربية. خالد إسماعيل إذن يدخل التاريخ ويسجل في مرمى ألمانيا الغربية في كرة تعدي من المدافع الألماني، وخالد إسماعيل بشماله قوية قوية في المرمى الألماني الغربي ليضع الإمارات في موقف جد